Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur le réseau Afnex LC2 pour la dernière rencontre des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Une rencontre entre d'un côté le club égyptien et peut-être un compte qui peut être opéré maintenant par les Égyptiens. Et finalement non, puisque le coup de sifflet de l'arbitre va te permettre aux Ivoiriens de se mettre dans une situation intéressante. On revoit la faute sur Moussa Ouattara. Sur la gauche, Guindo, on va repasser une nouvelle fois. Point pour le moment du côté des Égyptiens, après tout de même une belle arbitre d'arrêter la rencontre à Gilberto qui dévisse complètement. Et c'est finalement un ballon récupéré qui ira juste. Parler là, du côté de Ouattara et du côté de d'Arthur. Alors ce n'est pas 2 minutes de temps additionnel, mais bien une à jouer. Et on l'a compris, on va sûrement se quitter ou de contrer, de presser l'adversaire. Ouattara, justement, on en parlait il y a quelques instants. Guindo. Ouattara. Sur son côté droit. Abdelhamid qui arrive à jouer devant. C'était pour Aboutrika. Sans réussite. Aboutrika, buteur de la tête. Ouattara. محمد بكر هو هداف الكأس حتى الآن برصيد 4 أهداف والعربي سيلعب بلونه الأحمر فريق المنشية مرة ثانية أشرف المساعي بيدخل طريقة ممتازة لكن تغطية دفاعية من وترا وترا اللاعب من كوت ديفوار وكرة اجتازت خط النهاية منذ البداية الكرة اجتازت خط البداية هناك المساعد الأول وليد أبو حشيش مشاهدة بالعرض البطيء اجتازت الكرة خط النهاية اجتازت لكن كفرسوم البقاء نقول هارد لك لفريق نادي الحسين اربد نتمنى له العودة الميمونة لمكانه الطبيعي من خلال الموسم القادم هناك بالطبع فريق العربي الذي يريد ان يعود وهو مرتاح البال تنفيذ رمي التماس بالاسلوب الطويل بالاسلوب البريطاني عن طريق اللاعب وترا وترا وكرة لأبعد مسافة ممكنة نعم المشرف كرة على القائم الأول ترتد تعود بلعبة خلفية دبل هناك أحمد إدريس اللاعب السوري بيلعبها لوترا وترا من جديد في القائم الأيسر لكن باستمرار العودة لأغلب لاعبيش هي كرة عرضية محاولة تبعد يعني أعتقد أنه لعب أجمل مباريات في الدوري هناك صدام الشباب بيلعبها لوترا وترا طويلة في الأمام المحاولة قائمة لكن دون جدوى هناك بالنسبة لفريق النادي العربي النادي الذي باستمرار يأمل ويتمنى نعود في الخلف وتر من جديد هناك المحاولة لبناء هجمة فريق النادي العربي فريق النادي العربي سبق له أن فاز باللقب تنفيذ بالقدم اليسرى لا القدم اليمنى تسديده ترتد ومحاوله بكره عاليه هناك بعيد الكره تكون احمد علي يهيئ الكره العرضيه الطويله في الامام وراسيه وترا بالمرسيد مباشره على مرمى سلطان جديد المحترف خطوره لصالح فريقه من خلال رميات التماس وهي اشبه صوره جيده من خلال لاعبين بارعين في العاب الهواء والتشتيت وترة مرة ثانية وهناك محمود لبصول لوترة كرة تأخذ مسارها على الأرض هذه المسجلة على مستوى الكأس الهدفين هذا هو هدفه الثاني طويلا للحكم واستنتاج الفكر النادي العربي الذي يحاول من جديد عن طريق يوسف رواجدي هناك يوسف رواجدي كرة في اليسار في الخلف لمحمود لبصور لعب على شماله لوترا وترا مرة ثانية هناك عودة طول من أحمد علي السلمان
يعني العربي لم يفوز على المنشية في الدوري، خسر في الذهاب لا شيء اثنين، تعادل في الإياب، منشية عادل التواجد في نص ملعب فريق النادي العربي بذكاء، أعتقد أنه ذكي فريق المنشية بهذا التصرف. وترى مرة ثانية الجانب الأيسر، المحاولة قائمة غير مباشرة، يعني صادوه على طول كرة طويلة في الأمام، هناك رأسية صدر يستعد الحكم أدهم مخادمي لإطلاق صفرة النهاية نهاية هذه المباراة. هذا الموسم المركز التاسع، بالتالي الكرة مقطوعة، حول هجمة مرتدة ملعوبة بلمسة واحدة أمامية سهلة تماما إلى واتر موسى. واتر موسى главный тренер команды Игорь Валерьевич. Поэтому я делаю.